السلام عليكم ليكيب، شنو غتكونوا بخير وعلى خير؟ جوله جديده في علابة. اليوم بدينا نصوروا، حنا كنا في الحجار، خرجنا من خرجه تاع الرومبوا تاع المحكمه، تما خرجه اللي مطور هذيك، ونحكموا طريق نروحوا للعمل، نرجعوا للعمل ان شاء الله. في العاده كل مره وين بدينا نكتب، وكاع الميسيون تاعنا الاولى نعديو حتى نرومبوا تاع سيدي ابراهيم، نحكموا الطرق نعديو سيدي ابراهيم حتى الروبر تاع ورا الطاحونة، طاحونة كوني. حتى في البيوت، حتى التعامل مع الاطفال، ايضا مثلا في الشارع
هذه البيئة التي تكون مثلا ممكن جدا تكون معرضة للأخطار في نفس الوقت يمارس عليها نوع من أظن أنه الطفل مكانه الطبيعي هو العائلة وتربيته الأولى تستوحى من الوالدين، فهذا المحيط العائلي يجب أن يكون محيط يملأه الطفل العائلي، يملأه المحبة، يملأه جو من المعرفة، جو من التجانس في الأفكار. فالأب والأم التي تخاطب ابنها بطريقة جميلة وطيبة يعني تبقى الأول التربية والتنشئة الأسرية يعني عندها دور. إذا راح نواصل بحول الله يعني الحديث عن موضوع عددنا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. فيها انه فيها استثمار صناعي لكن ما نجحتش، وكل من يحب البحث عن الاسباب يقول لك رئيس البلديه ماهوش خدام. هو لا مش رئيس البلديه مش خدام، قانون البلديه لا يسمح. كانت كاينه نهضه حقوقيه كبيره تقريبا منذ تسعينيات القرن الماضي، قانون البلديه لم يعدل، وان عدل في بعض الامور ما عندهاش علاقه بالتنميه. كنا نقول لهم يا ناس شوفوا رانا ملايين تقريبا نتخرجوا من الجامعات حقوقيين، عدلوا لنا قانون البلديه، لانه اذا عدلت لي قانون البلديه غدوه رئيس البلديه راه يلقى اريحيه في العمل. يقول لك انا بالنسبه ليا علاش انا اليوم ما عنديش حتى السلطه باش نقترح يعني مشاريع تنميه او مصداق، ما عنديش هذه الامور. قلنا لهم لا، احنا نحتاج الى تعديل لقانون البلديه، هذا القانون اللي يعمق من صلاحيات رئيس البلديه على النحو اللي يخلي انه هذا المخلوق غدوه من غدوه على الاقل اذا تقلد منصب المسؤوليه يكون فعلا مسؤول بمعنى الكلمه. وش يقول لي مره رئيس بلديه كنت معاه ناقشوا قضيه تاع الناس لحالهم الملكيه العقاريه لغرض المنفعه العموميه. قال لي يا استاذ، قال لي انا ولو كتبوا لي ورقه وسليها خاف على روحي. قال لي اليوم سليتها غدوه راني في الحراج. قال لي انا محبوس على هامش على الاقل من الحريه ليا. قلت له وجاء مؤخرا السيد رئيس الجمهوريه حس بالقيمه تحكم وقال انا بالنسبه لنا كفي فصل بين ما يسمى بالخطا في سوء التسيير وما بين الخطا الجسيم، يعني الرسائل المجموعه رانا نحيناها لكم، اعطينا لكم هامش من الحريه. قال لكم رئيس الجمهوريه اللي يخدم بحسن نيه ويخطا ما نديروش منه في الجزائر، بالعكس ممكن تحتسب على ان سوء التسيير. يعني كل هذه الامور رانا قدمناها لكم على طبق الكتاب على الاقل باش يعني تكون عندكم وعي بقيمه التنميه في بلديتكم. حتى اجيبك الاستاذه على سؤالكم. هو راح نريزو نتوقف مع المستمعين للحظات مع متابعه برنامج تصوير من انصتا الى اذان صلاه العصر بتوقيت مدينه انديا وضواحيها. أشهد أن محمد
قائمة اهتز بيدنا محمدا بوسيلة وبخطينا وضعه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بنزيد من الأجر والمغفرة والثواب. الله آمنا رب العالمين. نعود مع جديد مستمعينا لاستكمال برنامج تسوى متابعة رجع. وقع في قانون الانتخابات طفرة نوعية ولا مرة كنا نحلم بها. كنا سابقا نقول انه اللي يتقلدوا المسؤولية واللي وصلوا الجزائر الى ما وصلت اليه اليوم انما هما هذوك الوجوه اللي ما عندهاش مبدأ حقها باش تقع في المكان. تلقى واحد دكتور حاكم الدار وبطال وتلقاه تاجر بزوج دعوات عدران تلقاه حاكم المسؤولية. قلنا احنا رانا رافضين هذا الوضع. وبدلنا لحظة انا نتذكر ان القنوات يوم عاجل ان الرئيس الجمهورية يحل البرلمان الجزائري. قلنا لو يفت رئيس الجمهورية البرلمان تعالى برلمان حفافات نتحقوهش. جاء رئيس الجمهورية وقال البرلمان كفاءات نصبة من الجامعة الجزائرية ما نحتاجوش. وبذلك كانت ربما هي بداية الطريق. عدلنا قانون الانتخاب وقلنا النخبة تكون هي السياسية هي الطلعة. عدلنا قانون الانتخابات وقلنا نحن نحتاج إلى النخبة اللي تحكم. أنا واحد إطار يحكم ويغلط ما عليهاش نلتمس له العذر. ولكن يجي واحد جاهل يتقلد المسؤولية ويعطي قرارات لا توصف بأنها حكيمة ويغلط عيب علينا لأنه إحنا اللي خيرناه. قلنا رئيس الجمهورية أن كل قائمة ما فيهاش ملاصقة من العنصر المصري وما فيهاش نسبة شباب أقل من 35 سنة وما فيهاش كلهم من الإطارات والجامعيين هي غير مقبولة بمنطقة السلطة الوطنية المستقلة. أعطانا السلطة الوطنية اللي هي تصور أنه هيئة بحجم السلطة وقال لهم أنه غير بلاث ملكات المترشحين إنما تخضع لمعياركم. شوفوا أنه هذا الإنسان من جمعي تتبدل الخلال عقلية كفاءة حاشم بهي حركة ما جاش البوليسي يعكسني إيراك إنسان معروف بأنه دون مصداقية ودون نزاعة قدموا للشعب الجزائري بهي بوضع عليه. ولكن إذا شفت خلل واحد روحوا للمحاكم نديروا لبوفونتاي نحطوها عشرات الملفات تاع الناس من دون مال الفاسد كملنا القضيه تاعنا في تاع هنا لقاء ديريكسيون سنتر فيل
كان عدم استعمال اضواء الطريق اللي ما يعرف بلي فار كذلك بانه راح نتسبوا في مخاطر والسوق اللي يكون في الاتجاه المساعد وعدم الرئيس اللي كان في الاتجاه القادم واستعمال اضواء الحباب في حاله وجود غضب تعتبر مخالفه من درجه رابعه سلام ورحمة الله. عندي الصراخ اللون. شفت صلاة تجي صلاة. الذي من الرفوت النوفل ونادي. كل مرة كذلك بلما ننسى وضربت موضع مسافة هذه 5000 درك ولا كنا وصلوا كما تحب بروك كي توك رايك مباركة بيدي ما كان أي طارق عند استعمال الكبح خاصة هذا المعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ان لم تستحي فافعل ما شئت الناس هاي ديروا شحال جهد او دي قدامه شيء وحامس يحبوا يعيشوا في الانجليز والامريكان والنرويج والدنمارك والسياد يحبوا يروحوا هم يخبروهم يا اخي نحكي لك برك حكايه بسيطه يحكي لي انت كي هنا الكحلان كي يجوا من بلادهم هنا يحملوهم هذا ما الكحلان اللي يطلبوا درك انا ما نحملهمش يا عمي ما نحملهمش مسخين خطر ما نحن كي نروحوا ليه عند لوروب يحطوا لنا مسخين كي الكحلان يلا عطيه يعني انا ما نقولش انا عطيك هذه حاجه باينه هذه ظاهره طول تسمش يعني ما يحملوناش خلاص يكرهونا دوك هذا طلع عليه بيقول عنده خد يا ولاش كان ينوض الطوموبيل انا بكي دخان يروح يجيب بكي دخان يروح ما كاين والو علاه خويا الحكي ما يسكن هنا ينوض يروح يبيع فليكسي مع يروح للحطاب برك يروح للحطاب يشري كيلو بطاطا يبعث ولده يقول له تشوف بابا انفتح صح ينحي لمه انفتح نقول له بالك باباه ما يمدلوش صح بصح امه تعطيه انفتح تقول له اعطيه برك كان هركن باخر وديك وديك تحب يزيد يروح يحرق الدري يا كيمات ولا من خشم صمتي خشم مرضي خلي خلي يسوق قدام صحابه واه كيما ولا بقالنا نحن اخر الدرني ما كانش ثقافه خطر ما من نهار اللي وقفوا في التهوديات والصرخه ولي بروبليم شوفيهم انا كل على بعضها كاينوا حي الكبار ريتريتي ما كانش مقيم ولديه بكري صح ما كانش ريباتات ما كانش يقيم ولديه النهار كي كبر وفتح عليه ربي كل ما لازم جاب الاولاد ودار من هنا وكل شيء نظيف كل شيء خلفوا هذا ولادو خلفوا هذا برك وين وعاد عايشين في الفرات نتاعهم ولادهم يصرفوا فيهم بنته تصرف فيه مرته وسي تصرف فيه خاطر ما درك عليه قال بروليسي قيم ولا طلق احمل برك وبرك مهبط ودنيه في الارض وساكت كبير ذكا في عمره 75 80 سنه وراح يروح ربي يعفو بها ان شاء الله صح صح, صح لا الله يعفو بهم ربي كلابهم هم اللي رضاو الشيء هذايا قال لك ربي تلقى ربي تلقى نحن بكري كنا طايعين ولدينا كان بابا يحب يقول كان بابا الله يرحمه العزوز الله يرحمها العزوز يطرق شويه بصح حوايج كبار ما طرقهمش العزوز هاك تشوف هذه هي بنانا انا ربي يحفظنا ان شاء الله ايكاديا ربي يعظم شحناتك لا خويا نقول لك انا كلمه الحمد لله تربينا يخرج الجار جارنا روح شري خبزه نروح نشري الخبزه من اخر نقول له هذا ربي يهدينا ان شاء الله وفقك وحنا كلنا اللي ديفوه ربي يهدي ما خلقته ديفوه يا رجل نقول لك انا كلمه يشوف ولده انا عندي طفل اختي قسما بالله الالي العظيم اولادها متربيين من عند ربي سبحانه يحكوا لي واحد منهم يحكي لي شيء يكذب
رم 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 رخت تعسم من فوق الحكومة ولا كما يجي تقول له رد بالكم جاي بار تليفون في البلوك هكا الطوب تلقاها غلبينها حتى هي يعيط لخته من البورتابل تلقاها غلبينها يقول لها كاين ياها اي وين محطوطة وين محطوطة طب تالي في ساتر غلبينها ما مغلبينها وكل بلاصه فيها الميح والدنيا مغلوب يروح للبروكيرات ندخل ولدي من عندي خويا انا يقول لك ندخلوا الحبس ونجبدوا في القفه والويلي تاع باباه راح يصلي سيدي سالم صباح نعم سيدي سالم لا في شيء يعني نحكي لك في سالم هذه صرات قل لي مولاي باباه راح يصلي صلاة الصبح حكموا بالقشبية اقلب لحاله درهم مش عنده بيجيبوا الباباه فجا خلينا نحن راح يصلي الباباه بعد الباباه ما راح يشري الحليب والخبز في جيم من يشري الحليب والخبز ربي يشكر ما شاء الله منين لحاله لحاله ما ليش خليك ايش على الاخضر راح لحاله درهم لحاله تعيدي 40 ولا كارت انتهى روح ما حلو لا كارت وربعين يا الله ذاك روح راح صلى حلو الجامع قال لمرته ولا الجوز انتهى وقال لهم نحاولي ودارولي ومش عملولي ما قدر يجيب لنا ما قدر يجيب لنا بيسين حتى نحبس ليه بقى عطاوها الديريجة بقى الديريجة وقالوا له منين ايش ما كان مشكل قدام هي اول اخر تعسير كلاسين وراح يجري يا رب كل هنا كان مكان منيا قالوا له الحد
خوك يروح يحكم في ولاده، ما يحكمش في بناتي، ما يحكمش في في غير في ولادي، يحكم في بناته وفي مرته. فنور كي يحب يقول كذا مثلا جا خوها وخوه كان واقع قال له طيب زي هاي كيما كيما، قال له متني والله يحكي لي ضرك قال لي تقريبا ماني 9 سنين اللي ما دخلت روحي في حتى شيء. تكنيك يا انت تشوف c'est ce qu'il voudrait se faire. C'est comme ça qu'on peut déterminer déjà une cotation locale. Après, bien sûr, c'est encore mieux. Cool, ça t'as juste rapporté, regarde ma femme assez rare. رجعت 5000 يعني صح كيف كما تشوفوا جبنا المكتوب حنا هنا في زعفرانية راكم تشوفوا درك وين رانا رايحين السلام عليكم السلام ورحمة الله يا رب بيك باشا باشا قلت لك باشا 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 هو اللي يجي يكثر علينا خلاها ربي ايوه والله ولا بلاصه المجد بدر يكثر بدر لو قاعدين نخدموا فيها صافي نعم ما لي ترافو ما لي ترافو لازم يولي حتى نصبوا لا شافر كي منها ربي يصلح ان شاء الله امين يا رب العالمين امين بدر الفوباي يكتر بدر في كرطي الله يبارك
والله والو خويا فكرتي بصح ما كاين والو الفقراء هما اللي يجريو والله الله الله وش جماعة هكم عايشين كل ماتت كل الله ماتوا الكبار ماتت كل صح 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 ماتت وما ممكن نشوف بالنص سكان جدد بالك 80% سكان جدد ناس كانت واردين الديار وبيعوهم بيع الورد ويتعارك ويبيعوا بيع الورد يتعارك ويبيعوا هي يملاح العبد يموت ما يخلي والو وراه بواحد يتعارك هذيك صح يعيش كراي يموت كراي اوكي تاجر عليها عند ربي يعطيوك سكنه سوسيال والله ليكيب جبنا المكتوب احنا هنا وين مسجد بدر ديروا دورة هنا وخرجنا من أبو الحروف أبو الحروف شكون يشفع لها لاسيري تاع أبو الحروف أقوى من الشدة سنكلو الكورنيش والمجلس الشعبي الولائي تبدأ من الصندوق مدعو المنتخب الجزائري توجه التصنيف الأول أول الذي يضم كل التصنيف تونس المغرب وليجيا أما التصنيف الثاني الثاني فيضم كل من مصر مالي كامرون غانا والكونغو الديمقراطية يعني أن المنتخب الجزائري سيواجه في المباراة الملحقة مباراة السبعة المباراة الفاصلة إما مصر إما مالي إما الكاميرون إما غانا إما الكونغو الديمقراطية Thank you.
يستلموا مرة أخرى بيترو مارشو ويتحملوا المسؤولية للتحكيم للمسؤولية في العالم. سعيد جدا انك موجود بخداي بعد شويه باش نرجعوا للانترفيو تاع عامين الثاني تقريبا. قبول الالتزام دي جي كوستا. اول فقرة الحوار نخرجوا للشارع الكونسي نسألوا عليه برشا ناس قالوا وينو كوستا؟ عنده برشا مشكلة وينو كوستا على المسرح من سنوات ولا من عام التالي تقريبا قال ثم وين ما نشوف وين؟ والله شكون لك معناتها سورتو في المسرح مازلت ناقص معناتها ما نجمش نوصل للمرحلة مازلت ناقص كوتي مقاومة نجاح عندي نص عندي قوة برشا معناتها فاهمين دمار الأداء هو دمار وكوميدي نوار لكن فيها برشا دمار تونسي لا فيه قلبي قدك لا فيه جاي من الريف للعاصمة لا فيه معناتها حاجة صراع بين زوز أجيال بين الأجيال القديمة والأجيال الجديدة معناتها بلغة أخرى واللغة نحب نعمل ترادكسيون بين لغة الكبار اللي ما يفهموهاش الصغار ولغة الصغار اللي ما يفهموهاش الكبار دونك حاجة لكن المشكلة كما قلت لك انا في الراب اللي هو دوميني واللي انا معلم فيه ونلقى في ليزاتاك خلينا ندخل في اليومين الاخر فيه ناس اخرين فما ناس راهو ما يساعدهمش حتى زميله في المسرح بيدو ينجح مش انسان اخر باش يدخل معناتها فما حكايه انه لكن باش تصير للوما شو لازم تكون برودكسيون قويه وتفرض لي فرق معناتها كيما برشا كافيين
فرض عليه فرض في الكوميديين في تونس. احنا برشا تفاهمين متفقين على الاخر وتفرض علينا فرض بحكم بحكم البرودكسيون القويه نتاعهم. ماكينه وراها تعتبر ماكينه ماكينه معناتها فنان في تونس باش ماكينه راهو ما يسمعش. قلت لي مقومات النجاح عندي في المسرح باش نجح. العمل الكتيبه نتاعو قلت لي ضامره، كان ناخذ النص نتاعك ينجم ينافس الاعمال اللي موجوده الاخرى اليوم اللي على المسرح؟ ينجم يكون في منافسه مثلا مع كريم الغربي، لطفي العبد اللي جعفر وغيره. اللي تحكي لي جعفر لطفي العبد اللي يقول لك كريم الغربي نجم خاطر نفس اللغه نحكي لكم. نجم جعفر ولطفي بعد لا 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 بعد ما فيش ما فيش بعد ما فيش فيش بعد عليهم كيف نشتري مولك الالوان منشوره. انا قصدي بالنجاح مثلا انا اكره الملوك ولو كان الملك عادلا. باهي من الاخر تقول لي فماش ملك في حق ملك وقت اللي هو منشور يخدم يخدم كل يقول لك ملك امير ويتحقق ملك يتحقق على جدتنا مش كل ملك وتحقق في مملكه ملك على الكنيسه تمرات يا هو باش يلو زرفة دور مارجم مارجم عدن مكين كيف أنا سبس وحنا بعض كل شيء اللي تفهم شيء قمت بالاستثمار في هذه المجال فعال. نقطة أخرى نركز عليها في برنامجنا تحسين فاعلية المنتخب المحلي عبر تكوين متواصل في شتى المجالات، نذكر منها معالجة الميزانية. يعني المنتخب لازم يكون عنده مؤهلات اللي تسمح له باش يعالج قضايا الولاية تاعو أو البلدية تاعو، هذا يكون عبر تكوين متواصل. النقطة الثالثة وهي دائما نعطي أولوية لمعالجة المشاريع الحيوية العاجلة اللي تسمح لها ولاية عنابة اللي يكون عندها أثر مباشر للمواطن العنابي. النقطة الرابعة العمل على تحسين أداء المنتخب، المنتخب تاعنا لازم يكون في عقلية مصير حقيقي سواء في المناطق الصناعية لاحظنا فيها هذوما ما كانش هناك تقدم. نعمل أيضا لخلق جو للتوأمة المحلية الدولية في إطار تسيير الجماعات المحلية. النقطة المهمة تسريع في التسوية ملف السكن الفوضوي والهش. إذا كان المنتخب العنابي يعطينا طريقته راح ندافع على مشروع ترامواي اللي تعطل كثير لأسباب تقنية عديدة. إحنا لما ندافع عليه على أساس أنه يكون مستجسكي. عزيز شكري إذاعة عنابة المحبوبة على الاستضافة، كما لا يفوتني أن أتقدم بالتحية إلى الدكتور يعنين عثماني الأمين الوطني للحزب والسيد رابع محمد ساسي القيادي والعضو اللجنة المركزية بالحزب والسيدة بن جدو أمين الولائية على الثقة التي وضعوها في هذه القائمة. هذه القائمة تمثل كل فئات المجتمع عن شبان وكود. عدد الطلبة يفوق 4000 طالب ولنا قطب في بلدية سيدي عمار.
تنجم يعمل ضجه كبيره ونرجو ايضا للتسريع اللي كان في هذه الايام هوني في الدوامه وحبيت تحول برشا على حقيقه مشترك دي جي كوستا مقابل 500,000 دولار حفله في اسطنبول بعد الفاصل ندخل نبدا بالحلقه وسط المدينة والتي ظلت تؤرق أصحاب السيارات والمشاة على حد سواء وهي نفس الحالة في فاصل الدولية وكذلك العمل على إعادة النظر في تنظيم الأسواق الجوارية لامتصاص البطالة والحد من انتشار التجارة الفوضوية وأيضا مشكل النظافة ولذا سندافع دائما عن لا بلاغة وهذا بتضافر كل الجهود ولن ندخل جهدا في محاولة إضاءة كل شوارع المدينة بداية الرأس الحمراء إلى كل بلديات الميلاد التي بدورها أتاحت الكثير من المجرمين بالسطو والسرقة وهناك أيضا عدة طقائق تخص مختلف المجالات سواء كانت صناعية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حتى ثقافية نعمل على إنعاشها وتصديق الحياة العروض وسندفع أيضا لقافلة الاستثمار لأن ولاية عنابة بحكم موقعها ستكون بهذه الولايات خدمة للمستثمرين إلى أن ننسى العمل على ترقية السياحة لأن عنابة مدينة سياحية بامتياز إن وفقني الله سبحانه وتعالى وجدت بأصواتكم فأحرص شخصيا كل الحرص على أن أكون وفيا لتعهداتي معكم وأخيرا أيها الإخوة الكرام أطلب من الجميع المشاركة في هذه الانتخابات لأن المواطن هو السيد في اختياره وقراراته وأطلب من الجميع أن يصوتوا لصالح حزب التحرير الوطني القائم مرة عاشت الجزائر عاش حزب التحرير الوطني والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم. الانتخابات المحلية 27 نوفمبر 2021. قاعدة لبناء مؤسسات ديمقراطية. نريد تغيير أحسن هذا ليكيب نورمالمون هنا كنو وصلنا للوقت تاع الفيديو تاعنا نكملوه بركة ان شاء الله تكون عجبتكم الجولة ليكيب نقول لكم نتلاقاو غدوة ان شاء الله ما تنساوش تكتبوا الحية تعرف خلصونا البلايص في الكومنتير يعني نقراهم كلك عندكم بالعقلية نقول لكم نتلاقاو غدوة ان شاء الله السلام عليكم.
جهه الفيصل، انا جاي الى مقابله يوم الجمعه ان شاء الله.